كابتن هادي لو انت مسؤول في النادي الاهلي، قرارك مع علي معلول تجديد عقده الموسم كمان، تكتفي بالفتره الحاليه، يكمل وتتعاقد مع لاعب بديل؟ يعني ايه يكمل ويتعاقد؟ يكمل يعني خلاص يبقى موجود في النادي الاهلي وتبتدي تجهز بديل بقى. طبعا ده يعني يكمل تعاقده، يكمل تعاقده. لا واجدد معاه، اجدد تعاقده. هتجدد معاه سنه ولا سنتين؟ ما هي دي الخلاف. لا سنتين، اكمل معاه سنتين. تكمل سنتين. انت حليت له اللغز كله. يعني لو سنتين. لا سن معلول سنه واحده كفايه، سن معلول يعني. بس هو حالته البدنيه كويسه. يعني سنه. أنا 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 للإنجازات اللي عملها علي معلول لا سنة. أيوه بس إحنا عمالين نتكلم بدني، بس معلول ليه تقل وليه دور. ليه تقل؟ أنا بقول بدني قادر كويس.